كابتن يحيى علوان مبروك الفوز ولو كان يعني عقيما بعض الشيء. صح. والله بالحقيقه هو شويه يعني اليوم ما قدم الفريق العراقي المستوى المعهود عليه رغم وجود النجوم موجودين، واعتقد السبب هو يعني تغيير تشكيله الفريق اكثر من مره. يعني احنا شفنا المباراه مع ايران كانت تشكيله الفريق وطريقه اللعب تختلف عن الطريقه الاخرى، اكو لاعبين متميزين كانوا بالمباراه السابقه لم يشاركوا بالمباراه يعني مع فلسطين. الاداء ما كان بالوضع اللي يعني بصراحه يعني انا بصراحه ما عجبني يعني المباراه اليوم، ونتمنى ان شاء الله. احنا طبعا عندنا لاعبين نجوم امكانيات عاليه كبيره لكنه محتاجين الى توظيف يعني، بس ان شاء الله نتمنى ان شاء الله بالمستقبل الاداء يكون احسن ان شاء الله. يعني فرصه طيبه ان تتواجد مع جمهور الرياض العراقي بعد غياب طويل، وحقيقه الفوز كان يعني فرحا بالنسبه للجالي العراقي. مستحق كان اليوم، يعني الفوز مستحق، والفريق العراقي قدم مباراه جيده، ومبروك الى الفوز، ونتمنى له التالق والتاهل للمباراه النهائية. شوف هذا الجمهور الخلفك، هذا الجمهور كله يعبر عن سعادته وعن فرحته بهذا الفوز. احنا محتاجين الفوز في ظل ظروف البلد الجريح. شكرا لك. هل انت راضي على هذه النتيجة؟ والله راضي على هذه النتيجة، فرحونة شوية مرتين تعادل، فرحونة اكثر. اي والله فرحونة اكثر. توقع بالمباراة المقبلة؟ والله ان شاء الله، ان شاء الله فوز و2-0. نتحدث عن هذا الفوز. والله الحمد لله والشكر على الفوز، بس ولو تعبنا بالدقائق الاخيرة، بس الحمد لله والشكر. نهدي هذا الفوز الكل العراقيين ما قصروا بالتشجيع والبغداد، والله يحفظهم ان شاء الله. وهذا الفوز هديه للشعب العراقي كله ان شاء الله. ان شاء الله نتمنى الفوز للمنتخب العراقي ونحصل على البطوله ان شاء الله. ان شاء الله اكيد طبعا صعبه، بس سهله على العراقيين ان شاء الله. تتوقعون انه هذا الفوز كان صعوبه تحقق على الفريق الشقيق الفلسطيني؟ لا مو صعوبة، احنا اللي يعني نعرف العراقيين واثقين من عندهم، وان شاء الله دائما ينتصرون على كل الاشياء من ضمنها الطوب، وان شاء الله يتحقق وحدة البلد.